بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله رح نبدأ نشرح الدوال الجبرية، وهي عبارة عن أربعة أنواع. الأربع أنواع هذه كلها تعتمد اعتماد كلي على الدالة الأولى. إذا أنتوا فهمتوا الدالة الأولى، الثلاث دوال الباقية راح تكون جدا سهلة. طيب، الدالة الأولى هي إيه؟ هي دالة كثيرة الحدود. كثيرة الحدود لها خمس أشكال، ممكن تكون بخمس صور، كل الصور سهلة. إذن أول دالة دالة كثيرة الحدود. المجال لدالة كثيرة الحدود على طول هي R، سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية. إذن على طول المجال هو R، سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية. طيب، نيجي نتعرف على أنواع كثيرة الحدود. أول واحدة الدالة الصفرية. إيش يعني دالة صفرية؟ يعني f of x تساوي a، ال a معناها أي رقم، يعني ممكن تكون f of x تساوي 10، 15، 30، 100، 2، 4. إذا الدالة الصفرية هي إنه يكون أول نوع يكون رقم عادي. النوع الثاني الدالة الخطية. معنى دالة خطية إنه يكون فيها x واحد، والإكس هذا الأس بواحد، يعني حتكون على الصورة AX زائد A. مثال عليها 3X زائد 10، يكون فيها إكس واحدة وهذا الإكس يكون عليها أس واحد، اسمها الدالة الخطية. أو تكون الدالة التربيعية، يعني يكون فيها أس 2X أس 2 وإكس أس واحد ورقم عادي. أو الدالة التكعيبية اللي هو أكبر أس يكون فيها التلاتة وبعدين إكس أس اتنين بعدين إكس أس واحد وبعدين رقم عادي. إذن أخذنا الصفرية رقم عادي، الخطية إكس أس واحد، التربيعية إكس تربيع، التكعيبية إكس أس تلاتة. دالة الوحدة هي عبارة عن إكس بس، حتكون عبارة بس عن إكس، ما في جنبيها أي أرقام. إذن الوحدة إكس وحدة والصفرية رقم وحيد، تمام؟ طيب، في عنا أنواع أو ملاحظات لو شفناها ما تعتبر دالة. مثال، لو كان الإكس بس الإكس، لو كان الإكس تحت الجذر، هذه حتكون غير كثيرة حدود. إذا لو شفنا إكس تحت الجذر في المعادلة حتكون ما هي كثيرة حدود. لو شفنا الإكس الأس في سالب، لو شفنا الإكس الأس في سالب، هذه حتكون على طول ما هي كثيرة حدود. لو شفنا الإكس في المقام على طول حتكون ما هي كثيرة حدود. ولو شفنا الأس عبارة عن كسر حتكون على طول ما هي كثيرة حدود. طيب، نيجي نشوف الأمثلة هذه ونشوف أي مما يأتي يمثل كثيرة حدود. أول واحدة معطينا جذر x زائد x تربيع زائد واحد. على طول بما إنه شفنا هنا x تحت الجذر، هنا x تحت الجذر، هتكون على طول ما هي كثيرة حدود على طول. طيب، نشوف الثانية، جذر 3x تكعيب سالب 2x تربيع زائد x سالب 4، هذه تعتبر كثيرة حدود. هتقولوا لي طيب هنا في جذر 3، الجذر هنا لو لاحظتوا إنه على الثلاثة ما هو على الإكس، لو كان مع الإكس هتكون ما هي كثيرة حدود، لكن هنا الجذر فقط على الرقم، إحنا بنتكلم على الإكس، لو كان الجذر على الإكس هتكون ما هي كثيرة حدود، هنا مشكلتنا هتكون مع الإكس فقط، أما الأرقام فعادي. طيب، نشوف هنا 2 على 5 إكس تربيع سالب إكس تكعيب زائد 7، هذه حتكون كثيرة حدود. هنا حتقولوا في بسط ومقام، لكن الإكس زي ما هي هنا في البسط ما هي في المقام. نشوف هنا
إكس أس سالب 2 على 5. هنا على طول بما إنه شفنا الإكس أسها سالب، على طول تعتبر غير كثيرة حدود. على طول إكس سالب 1 راح تكون كثيرة حدود، وإف أف إكس تساوي إكس راح تكون كمان كثيرة حدود. طيب نيجي نشوف أنواعها. هنا إيش نوع كثيرة الحدود؟ على طول نشوف أكبر أس موجود 3، يعني راح تكون تربيعية، نفس اللي أخذناه هنا تربيعية، نوعها تربيعية. طيب هنا إيش نوعها؟ نشوف على طول أكبر أس 3 كمان تكعيبية. طيب هنا إيش نوعها؟ على طول بما إنه هنا أسها 1 يعني الدالة الخطية. طيب وهنا تساوي إكس، على طول مين الإكس لوحدها؟ اللي هي دالة الوحدة. طيب لو كانت إف أوف إكس تساوي 5 مثلاً، إف أوف إكس تساوي 5، على طول بما إنه رقم لوحده نشوف مين هي الدالة اللي فيها رقم، اللي هي الدالة الصفرية، إذا رح يكون نوعها صفرية. طيب لو جاء سؤال وقال أوجدي المجال، أوجدي مجال هذه الدالة، على طول بما إنها كثيرة حدود فإنه مجالها راح يكون الآر، سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية، أي دالة كثيرة حدود يكون مجالها آر. هنا نفس الحاجة حيكون مجالها آر، هذه كمان آر، سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية، وهذه وهذه كلهم راح يكونوا آر، سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية. إذا كده عرفنا كثيرة الحدود أشكالها وإيش هو مجالها ومتى ما تكون كثيرة حدود. إذا شفنا أربع أشياء حتكون ما هي كثيرة حدود. طيب ننتقل للنوع الثاني اللي هي دالة القياس. دالة القياس اللي هي دالة القيمة المطلقة، يعني راح يكون فيه دول الخطين ولازم اللي جوا يكون كثيرة حدود زي اللي أخذناها في المثال الأول، تكون واحدة من الخمس أنواع اللي أخذناها. مجال دالة القياس راح تكون R، أما المدى فحيكون صفر وموجب ما لا نهاية. ننتبه أنه عند الصفر مغلق وعند ما لا نهاية مفتوح، أو R موجب اتحاد الصفر. طيب نيجي نشوف هذه الأمثلة أي واحدة تعتبر دالة قياس. نيجي هنا عندنا رمز القيمة المطلقة. طيب نشوف هل اللي جوا كثيرة حدود ولا لا. إكس سالب 4 كثيرة حدود، إذن تعتبر دالة قياس. طيب هنا هذا الرمزان يعني دالة قياس. طيب نشوف اللي جوا هل هي كثيرة حدود ولا لا. إكس أس سالب 2، على طول شفنا الأس سالب يعني على طول ما هي دالة قياس. طيب نكمل، هذول الخطين يعني قيمة مطلقة، لازم اللي جوا يكون كثيرة حدود. اللي جوا جذر إكس زائد 1، على طول بما إنه الإكس موجودة تحت الجذر فما تعتبر كثيرة حدود. طيب نشوف اللي هنا، إف أوف إكس تساوي عنا خطين القيمة المطلقة، نشوف اللي جوا كثيرة حدود ولا لا. إكس تربيع سالب 4، إذن كثيرة حدود. هنا الخطين نشوف اللي جوا كثيرة حدود ولا لا، على طول بما إنها كسر والإكس موجود في المقام إذن على طول ما هي كثيرة حدود، ويعني ما هي دالة قياس. كده نكون انتهينا من دالة القياس. ولو جاء مثلا وطلب ما هو المجال لهذه الدالة، بما إنها دالة قياس فرح يكون مجالها R. طيب إيش هي المدى لها؟ حتكون هذه صفر وموجب ما لا نهاية، أو R موجب اتحاد الصفر. ومين كمان؟ وهذه راح يكون مجالها R والمدى اللي هو هذا. إذن مجال ومدى دالة القياس راح يكون كل واحد. ننتقل عند الدالة الثالثة اللي هي الدالة الكسرية، بما أنها كسرية يعني راح يكون كسر، راح يكون البسط كثيرة حدود والمقام كثيرة حدود.
إذن البسط لازم يكون كثيرة حدود والمقام يكون كثيرة حدود. طيب نشوف هل هذه دالة كسرية ولا لا. نبدأ نشوف بما إنه في كسر نبدأ نشوف البسط. هنا الإكس تحت الجذر على طول ما هي دالة كسرية لأنها ما هي كثيرة حدود. ننتقل على اللي بعدها. هنا في الكسر راح نشوف اللي فوق ما هي كثيرة حدود. ليش؟ لأنه الجذر عليهم كلهم، فالإكس تعتبر تحت الجذر فما راح تعتبر كثيرة حدود، إذا ما تكون دالة كسرية. طيب هنا كسر، إذا نشوف البسط، البسط كثيرة حدود. ننتقل على المقام. المقام هنا إكس أس 5/2، بما إنه الأس كسر إذا لا تعتبر كثيرة حدود، يعني ما راح تكون دالة كسرية. هنا نشوف كسر، راح نشوف اللي فوق هل هي كثيرة حدود ولا لا. ما هي كثيرة حدود، ليش؟ لأنه فيها قيمة مطلقة. كثيرة حدود لازم تكون لوحدها، لو كان ما في قيمة مطلقة راح تكون كثيرة حدود، بس هذه ما تعتبر دالة كسرية لأنه مستحيل يجتمع القيمة المطلقة مع الكسر، يعني ما ينفع نقول دالة كسرية قيمة مطلقة، ما راح ينفع، فهذه ما راح تعتبر دالة كسرية. طيب نشوف اللي بعدها. كسر، نشوف اللي فوق 2x^5 هذه كثيرة حدود، x^2 هذه كثيرة حدود، إذا هذه تعتبر دالة كسرية. x^5 هذه كثيرة حدود، x^8 هذه كثيرة حدود، إذا بما إنه البسط والمقام كثيرة حدود إذا تعتبر دالة كسرية. طيب باقي نتعرف على المجال للدالة الكسرية، راح نتعرف عليها في الفيديو القادم. إن شاء الله يكون الدالتين اللي شرحتهم سهلة وبسيطة وبسيطة. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار أكيد تقدروا تسألوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.